ما حسيتش بقيمه الكلمه اللي هي بتتقال اللي من غير ام حلو غم، ما حسيتش بيها الا بعد والدتي ما توفت. انا ما بسال، اما بسال الطيور ميه في المقابر، حاسس ان انا هقابل والدتي باذن ربنا، هي ووالدي هتقابل معاهم على خير في الفردوس الاعلى باذن ربنا. لما والدتي توفت يعني عارف حاجه زي ما تقول اتخذت روحك، فانا عايز اكون متواجد معاها، فباجي باستمرار المقابر وكده. لاحظت الطير اللي بيعدي وبعض الحيوانات بتعدي ما فيش بق ميه ليهم، فقلت دي هتبقى وسيله اتصال ما بيني وما بينهم، ان هو يعني ممكن تبقى حاجه على روحهم، يعني ثواب ليهم وعلى روحهم يعني. فبدات معايا الفكره بالاربع مسائل، لحقتها لما بقوم 17 دلوقتي، وكنت حطيت اتنين تانيين عندي قرايبي، ويمكن حوالي 26 بس انا اللي عاملهم بنفسي انا وصديق ليا يعني. كان معايا مسقه صغيره، جيت حطيتها لقيتها يعني حجمها صغير، بدات الفكره تكبر في دماغي ان انا اجيب احجام كبيره للمسقه اللي الحمام بيشرب منها، فبدات الاحجام كبيره، وفي نفس الوقت بجيبها زي سيراميك عشان الميه بتاعتها ما تنشعش على التربه وتاثر على التربه، يعني مش اي مسقه بحطها، لان لو جبت الفخار بينشع وممكن يضر التربه. فده جا لقيته الموضوع الاربعه، لقيت الناس بتقول الله، فبدات اكمل، وصلوا ال 17 مسقه، فالموضوع بدأت أفرح أكتر، الناس بقت تعدي تردد كلمة الله. دلوقتي إحنا داخلين على عيد الأم، فأنا والدتي خلاص هي توفت، فأقدم لها هدية إيه؟ إن أنا أزوق التربة بتاعتها وكلمة الله دي تكون في ميزان حسناتها هي، من خلال لما الناس تيجي تشوف المشهد الجميل ده. بدأت الفكرة إن أنا اتفرجت على حاجة على اليوتيوب، فكرة الزلط اللي اتلزق ده وكده، جيت رحت جايبه منفذه أنا وصديق ليا. الحاجة اللي أنا بقدر أعملها بنفذها، واللي ما بقدرش أنفذها بستعيد أي حد من أصدقائي الأسوياء أو ابني أو أخويا بيجي يكمل معايا. نفسي موضوع المسألة اللي بتتعمل دي تكون موجودة على مستوى الأفراد، إن في كل حد عنده عزيز غالي متوفي يجي يعمل الحاجات دي، لأن اللي أنت شايفه وحاطط في اعتقادك إن هو ميت، هو مش ميت، هو حي وبيحس بيك. يعني والدتي انا دي بيقولوا مثلا تحت اقدام الامهات الجنه، فانا باجي بحس ان انا باجي بقعد في الجنه قدام مني، مش مقابر زي ما الناس متهيالها ان احنا بنزور اموات، احنا بنزور احياء. ورسالتي لاي حد ليه اب وام عايشين يحافظ عليهم ويبوس رجل والده ويسقد والدته وهو على مستوى ما عايش، لان مش هيحس بقيمتهم ولا ما يتوفوا، وربنا يتقبل من اي حد فعل الخير ان كان لميت او اللي كان لحي.